الدخول مع بوابات الدخول للمتسابقين في شوط بيرق المؤسس. ابو محمد، تحدث عن شوط بيرق المؤسس وكيف تشوف المنافسه فيه؟ والله دخول 14 منافس باسماء معروفه، هذا دليل على قوه هالشوط. طبعا في اسماء قويه مثل بن مقرن و نادر ونايف بن نادر الفرحان دوسري، وايضا الشيخ سيف آل نهيان. في اسماء ما نهضم حق الباقيين، لكن المنافسه محتدمه مره، وبكره الله يعينهم، بس ال 14 دوله الله يعينهم. ابو فيصل